ينبغي أن ندرك أن الله ليس هو مصدر الشر، بل الشرير اللي هو الشيطان المشتكي المكتوب عنه المجرب. يقول الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إن أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا، ولكن كل واحد إذا يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لكن تذكر أيضا مكتوب: لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدروا أن تحتملوا. فإذا اللي بجرب بالشر وبالفساد وبالخطية هو الشرير، هو الشيطان، لأن الله هو إله يعني صالح، وإله كل الصلاح، إله الخير، إله الرحمة، إله النعمة، إله المحبة، إله الاستقامة، إله الأمانة. لكن كتير أمور بنعملها في الحياة لها عواقب ولها أيضا نتائج، ولسيما أمور بنعملها اللي بنطلب من الله أن يكون خارج عن نطاق حياتنا. نريد أن نعيش مستقلين عن الله ومنفصلون عنه، فلا بد أن تأتي النتائج طبعا إذا قررنا أو صممنا في هذا الموضوع. لكن الله هو صالح في كل طرقه، رحيم في معاملاته، إله المحبة، أحبنا محبة غير محدودة، محبة غير مشروطة، ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. فإذا الله بحبنا، الله هو مصدر كل صلاح.